صباح النور لوشوت وشوتين، مرحبا بكم في اليوم الثاني من لي طرافو. والله ما عرفتش هاد الشيء هذا ديال القصب وهاد الروينه اللي كنصاوبو هنايا يا انا الفوق كيف ما كتشوفوا معايا. ايوا شوف 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 انا عاوتاني داكشي ايفيكت ناتشورال. انت المهم مازال خدامين معكم في هاد لي سباس هذا اللي كتشوفوه هنايا برا الشومبر اللي هنايا المهم حدا الدار. واحد الواليد هنايا والاخوان ما عرفتش شنو راهم كيصنعوا عاوتاني شي عجب اكبر فرماجه في المغرب. شوفوا معايا. السلام عليكم كي داير المشاهدين، لاباس عليكم؟ هانيين. احنا رافقنا تترافايي مع الربعة الصباح وفاطرين والخدمه وتترافايي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ناشطين؟ مبرعين شويه مزيان انسيب وا قد شويه الخدمه ديالك. ايوا هاك هاك يلا السلام عليكم. احنا رحنا في الخدمه. راه داك المخيط اللي هنا عندي هاد الشيء راه مزير. راه مزيرني ترى ما كانش زياره ما كان والو. يعني ما يمكنش تخدم القصب وما تقاش ابدا. ما يمكنش. انا راني دير دائما دائما ما كان غير جرح يا مجروح. انت هجرح انت بحال ما مجروحش الوالد الدنيا. هاني صافي انت اللي ما مجروح. عين 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 انت اللي ما مجروحش. اش من ورا يديك نشوف. ها هي ماشي باش يخليه هو التالي باش ما ترخفش منين يبس القصف. انا يلا يلا سيدي يلا يلا سترا بي يلا يلا بركه علي ابو نور سيدي. تنساش انسيب ابو نور يلا الوقت علي ما غاديش نتلفوا الوقت. علي ما انا كتجيبني ما يبقاش بهاد علي ديال قالوا علي علي شحال شحال من واحد دوزها علينا خدمنا معاه. وطلعنا الفوق واخيرا الوالده ما كايناش مشاو يدرسوا. الى عقلتوا على داك الزراع وداك القمح اللي كنا حايدنا الى عقلتوا على داك المحصول كامل مشاو يدرسوا في هذا الوقيته 12 وانا جالس هنا مع خالي في الدار. ما صالح ليش نمشي باش نفيلمي لكم داك الشيء ولكن مازال غتشوفوا شي حاجه من داك الشيء ان شاء الله من القدام. فوالا دابا كاينه خالتينا في الكوزينه اجيو نشوفوا شنو كتوجد للغدا عاوتاني الناس اللي غادي حنا اللي خدامين هنا والناس اللي غيدرسوا له الى غير ذلك. اجيو لاباس خالتي كي داير مزيان الحمد لله. اش كتوجدي تما؟ ايوا خالتي شوف انت حنا كنتعلموا دابا عاوتا الطياب هذا ديالكم ديال الباديه عاود. اه احنا نديروا الملاوي ها نديروا الملاوي ونديروا المرقه ونديروا فوق الملاوي ما نقطعوش حنا حنا ما كنقطعوش نديروا الملاوي هما المدورين وعاد نحطو فوقهم داكشي ديال البركه اللي كاينه با شويه البطاطا شويه ديال البصله شويه. هذه هي القاعده ديالنا حنايا ما كان كل واحد كيمشي على داكشي اللي كيدير. والله يعاونكم البنات وقبلوا علينا هادشي اللي كنديروا حنا عاد كنتعلموا دابا الطياب هذا. حنا زعما جينا من المدينه يلاه يا ودي يا خالتكم ماما ما كايناش كوزينتها خلاتها بوحدها خالتكم مامها خلات الكوزينه ها خلات حويجاتها هنايا وطيب لها انا تاجي مسكينه وتاكل عاود ثاني ترتاح شويه. تخيلوا معايا اخوتي لو كان ما كانتش دابا خالتي تشفى معانا. تخيلوا معايا شكون اللي غادي يكون دابا كيوجد؟ شكون اللي غيكون كيطيب يوجد الخدامه اللي راهم كيخدموا ليه الفوق كيدرسوا معاها؟ وشكون اللي غادي يصاوب لنا حنا الغداء وخليه هنايا؟ ايماجينيو معايا. ولكن الحمد لله هي جات خالتي تعاوننا ان شاء الله الحمد لله. هادشي اللي كاين عاونكم وليداتي الله يحفظكم وهادشي اللي كاين. اذا الله يعاون نور الدين والوالده ديالو والواليد ربي يخليك الله يحفظهم مساكن راه الله يحسن العوان راه عندهم تماره بصح هاد الوقيته هادي يا خالتي راه عندكم تماره بصح يحسن العوان. وهذا ميساج لاي واحد جا ماشي غادي تجي تسارى ولا غادي تجي باش طيب اللي جا غيطيب اللي جا غيطيب ويتمشغل مع هادشي. الوغ مرحبا باي واحد كيشوف هاد لا فيديو مرحبا بكم. راحنا خوت وعائله وحده دابا الحمد لله من كتاكسبتونا في التلفزيون عندكم كتفرجوا فينا فهذه كرامه من عند الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين المهم بما يطيب هادشي اللي كتصاوب خالتي وغادي نبارطاجيوه معكم وتشوفوه معنا ان شاء الله. خالتي ما تعطلت علينا والخدام عندنا وييه ايوا نور الدين غادي نعطيو لذاك الخدام ونخليو خالتي ماما نخليو لها حقها. وهاد التريد هذا اللي كنديرو بكري نور الدين اييه الحبابات اخواتاتي ها كي كنديروها بلا لحم بلا والو غير المرقه ها بسم الله ها 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 تفرجوا ولا تغداو ولا غادي نمشيو حنا كاع ما خدامينش كاع معاكم صافي حي رانا نتغداو ها الدرج ديال بكري ها رانا الناس ها كي كيديروا الناس نتغداو نتغداو راني جيت لا لحم بلا والو تبارك الله ها بسم الله نعطيو لهاد الخدام هذا ياكل. خالتي ماما تعطلت علينا ما عندنا ما نديرو ها
ها شوفوا ها كي كيديروا الناس ايوا شوفوا معنا الا عجبكم هذا الشيء ديال بكري. هذا الشيء اللي كنا كنديروا يحسدوا الناس ولا هذا الشيء اللي كي ياكلوا. ها شوف غير بطاطا والبصله ها شوفوا الا عجبكم هذا الشيء اللي كنديروا حنايا بكري. شوفوا يا البنات راه زوين كاين اللي كيدير البيض وسميتو ومطيشها وهكا نيت ما كنقطعوهش وكاين اللي كيدير غير بطاطا والبصله صافي وشويه هذه العطريه وشويه هذه المعدنوس وشويه هذه القزبره وشويه صافي هذا الشيء اللي كنديروا. ولا عجبكم ها هو مرحبا بكم اي جربوا الا عجبكم جربوا الا عجبكم ها هو عجبكم هذا البلان هذا ديال الماكله غنديروا قناه جديده انا والوالده بحال مثلا نمشيو عند خالتي طيب لينا شي حاجه من داكشي اللي كتعرف ميح ميح ديال يا القديم الزمان اللي قال الاول الله يلاه يعطيك الصحه خالتي يا تبارك الله عرفتي هذه عاوتاني كي جاتني الشكل ديالها بحال واحد المزمار كاين عند دوك المكسيكيين انا نحط لكم التصويره ديالو هنايا ها هو هنايا راه عندي الفوق دابا نوريه لكم هذه دايره بحال داك المزمار يعطيك الصحه نديروها لهيه نركبوها لهيه في ديك البلاصه ديالها راه اييه غادي نركبوها في هذا المورسو هذا اللي مازال لينا هكا غادي نكونوا سالينا سقف اي باقا لنا غير شي تواشي هنايا شي زواقه كنشوفوا الاراء ديال المشاهدين اييه عطيونا ارائكم في التعليق شنو تبغيونا نديروا في هذا المكان هذا بالضبط ها هو شوفوا معايا هذا المكان هذا ما غيبقاش فارغ ها هو هذا وهذا المهم على ما نركبوها خليكم مع الفيديو انا قلت ايماجينيو معايا يلاه رجعت الوالده من تقريبا 11 يلاه رجعت دابا وراها طالعه من هنا مسكينه حنا كنا جالسين هنا كنشتغلوا انا وخالي هذا الشيء هذا وما طلعوا باش يدرسوا هذا الشيء اللي كاين شوفوا معايا شنو جابت وشنو هز الوالده تعطلتي الحبيبه عييتي اش غتشد واش غتشدي هادشي؟ تعتلتو علينا خالتي. عييتي المهمة. عييت بزاف من الخدمة. عييت بزاف أولادي عييت بزاف. يا بناتي راه مشينا لواحد البلاصة راه درسنا تما في الماكينة. إيوا حتى لدابا هاني ساليت. ساليت شغالي والعقبة العام الجاي ان شاء الله عييت يا مهم ترى باينه غير في وجهك شوف خالتي ما دارت والو وعيات لا انت دابا غير بالمشي انا خالتي وعييتي ايوا معليش معليش ايوا هذا الشيء اللي كيديروا الناس اصلا هذا الشيء اللي كيديروا الناس اولدي علاش ايوا دابا راه عمرت التبان وعمرت والزراع ايوا داك الشيء اللي كاين داك الشيء باش تعطلنا معليش يلا راه خفت الريع غادي يدي التبن ايوا خفت اللهم نجلس تما حتى نساليو داك الشيء ايوا داك الساعه نجي اذا خوتي الوالده مسكينه مشات ليه باش تنزل داك التبن جابوا بعدا الزرع شنو وصل لي هذاك الشيء راه لي صراحه انا ما مشيتش معاهم لتما وما مشيتش نصور ليه لحقاش الناس كثيره تما كتعاون وميمكنليش انا نفيلمي عباد الله اللي ما يبغيوش يبانوا وما يبغيوش الناس وكيف ما قلت لكم في الفيديو اللي داز دائما انا كنحترم الناس وما كنبغيش ما امكن انني ندوز شي واحد بلا ما نتشاور معاه ولا ميمكنليش انا نتشاور مع 20 واحد تما كيهزوا في الزرع وداك الشيء لهذا تجنبت مساله انني نصور تما وفاش نديروا شي حاجه ديالنا بوحدنا ومع عائلتي راه غادي نصورها لكم وغادي تشوفوها مشيو نهزوا هذا للوالده سلمى هي اللي كتصور نلتحقوا ان شاء الله ايوا كنديروا له بحال هكا في الهزه الله هزوا بحال هكا وغنمشيو عند خالتكم ماما نديو لها هادشي اجي سلمى يلا اجي سبعي هذا اشوف كنصوروا لكم الحقيقه هادشي اللي كاين ما غاديش نوري لكم بالكوستيم وقميجه وباش زعما نبان مزيان امام الكاميرا غادي تشوفوا داك الشيء كيف ما كنعيشوه وكيف ما كاين اجيو معايا دمتياج اجيو ما تخافيش من الكلفه نوصلوا حدايا بقا ينبح
غير اش تخافي. قالت لي الوالده علاش جبتيه؟ علاش اودي علاش هزيت هذاك الشيء؟ وانت انت من 11 ديال النهار وانت كضربي في التمارين. علاش اودي غادي نجي نهزو هذا الشيء؟ علاش اودي علاش؟ المهم سمحوا لينا على الحاله، ماشي مشكل، راه عارفين انتم الباديه كيفاش دايره والخدمه فيها والعمل فيها. ما صورت لكمش وما مشيتش عندهم لحقاش انا تنخدم لكم على الفيديو اللي تنبقى نلوح. دابا كنت كنمونطي فيديو النهار كامل والوالده هي اللي مشات والوالد وما صالحليش تنصور لكم تما داك الشيء. علاش؟ شوف راه كاين الريح، كاين الريح ما غاديش يصلح صور. وكي قالت لكم الوالده كان الريح الصوت ديالنا ما غاديش يتسمعوا ما غيبان والو. لا لا والو، راه فيه الدجاج هذا، راه التبن هذا اللي شفتو معنا. دابا اش غادي نديرو؟ ندخلو هذا الشيء ونرجعوه باش نوريكم الشكل النهائي ديال ديك البلاصه كي دايره. وهذه هي حالتنا وهكا عايشين. إيه ونتمنى تقبلوا علينا احنا تصوروا لكم الحقيقه. جات عندي واحد العائله، راه جات عندي، راه تعاونوا معايا. تعاونوا معاه؟ اييه تعاونوا معايا. ايوا هذاك الشيء اللي كاين احبيبي، هذا الشيء اللي كاين. اذا يلاه معايا على ما ترتاح الوالده شي شويه وان شاء الله نصوروا لكم ديك البلاصه كيف ولات وكيف رجعت. شوفوا مسكينه يديها. شوف اي معليش، قرب ابنتي قرب عندك. معليش شوفوا يديها كي ولات. معليش اودي معليش، دابا غادي نغسل وغادي ندير وداك الشيء. اي الواتم بعد ما بدلنا الحوايج الواليده ارتاحت شي شويه من داك العيا اللي دوزات في النهار كامل. صراحه داز عليك النهار صعيب الواليده. اواه ولدي واي، ومعليش اولدي معليش، عرفت تما راه كدوز وما خدمتيش راه ما شوف الحبيبه عينك عينك حمراء. ها اواه ولدي ومعليش معليش غير الحساسيه وصافي داك الشيء اللي كاين. دابا تبرا دابا تبرا. اذا جينا نشاركوا معكم السقف كي ولا الشكل ديالو قبل النهائي. مازال لينا فقط بتوشات الاخيره فاش غادي نقادو شي زواقه هنا في الجنب. خليكم مع الواليده توريك. دابا قادينا هذا السقف وراه دابا راه زويد، غادي نديرو تما عاود تاني الكساب باش يجي النيت مقادة بحال هاد الشكل. إوا هداك الساعة غادي تشوفو واش مزيانة ولا. إوا الله تبعونا في الفيديو. نتمنى يعجبكم هاد الشي اللي كيدير خويا، راه تقن هاد الشي مزيان. دراري يا البنات الله يعطيكم الرضا. شوف احباباتي اخواتاتي صحباتي، ايوا الله يعطيكم الخير، الله يعطيكم الخير، الله يصلحكم الدراري ديالكم والبنات ديالكم، الله يعطيكم الرضا ان شاء الله، الله يعطيكم الجنه. اللي كيتبعونا اللي كيتبعونا الله يعطيه الخير، وداخل المغرب وخارج المغرب والقبائل ديالي مازيغن ديال الجزائر الله ينجحهم، الله يعطيهم الخير. اللي كيتفرج كاع عندنا الله يعطيه الخير. داكشي اللي كاين. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا اللي شاركنا معكم هذه الاشياء البسيطه اللي قدينا هنا باش ما نطولوش عليكم اكثر. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو ديال غدا اللي غادي ندخلوا فيه لداخل الغرفه وغادي تشوفوا معنا شنو غادي نديروا البلافو، يعني السقف اللي كنا كنعانيو منه بزاف. حاولت نلقى ليه واحد الحل، ما عرفت واش غيصدق ولا ما يصدقش. داكشي كامل غتشوفوا معنا في الفيديو الجاي، ترقبوه ان شاء الله. السلام عليكم.